كنت تنقلت شخصيا وحاورت احدى الفتيات ضحايا احد العصابات النسائيه اللي حاولت انها تاخذ بعض البنات من تونس وترحلهم لسوريا، تبعثهم للموت بغايه جهاد النكاح. شوفوا الفيتير ومن بعد نرجع. احنا في اطار تصوير حلقه الجهاد في تونس، كانت اتصلت بنا احدى ضحايا العصابات اللي موجوده في تونس، العصابات النسائيه اللي تقوم يعني بتجنيد بناتنا وارسالهم لسوريا لما يسمى بجهاد النكاح. احنا الليله باش نسمعوا احدى ضحايا يعني هذه العمليات. اذا معانا عايشه باش نحاولوا نتعرفوا عليها وعلى قصتها. كنت في الاج دو 20 من كنت من نقرا في فاك، وفاك هذه معناتها في جينا فيها فام معناتها البخت النقاب وتحكينا على الدين وعلى الاسلام وعلى اللي صار معناتها. بون كي جيت معناتها باش نحكي معها من قتلي، معناتها من قتلي من باش الفو عليك باش تلبس النقاب وباش الفو عليك من باش تتبع الدين، والدين هذايا متانا في تخو فوت. وقالت لي من بوركوا با معناتها باش تسافر معانا وباش في سوريا وهكا وهكا. بي عايشة المرأة هذه اللي قلت اتصلت بيكم وتجيكم للفاك، هل أنه هي تقرأ في الفاك ولا من برا من الفاك؟ لا لا، الفام هذه شبونس كو في أج 38 ومعناتها بديت معناتها من الأول باش تحكينا في الدين والحجاب، وبعد لك شي معناتها بديت معناتها من تحكينا معناتها عن الحقاب والأوبليغاسيون تاعو، ويافا بريسك معناتها داتنا معناتها بالنقطة الضعف نتاعنا، معناتها من قالتنا في الواش باش تموتوا في البلاد هذه بلاد فساد وهكا وهكا، علاش من ما تموتوش في بلاد معناتها فيها معناتها كل فايتينغ وفيها الجهاد والقرآن وهكا وهكا. من البا هذيك معناتها بديت الفكرة نتاعي اللي جمعت من كل هنا جماعة من كفار وهكا وهكا. يعني المرأة هذية كأنها عملت لك غسيل دماغ به. أنت خذيت القرار ومشيت انضميت للجماعة هذه. به كان تحكي لي كي دخلت في وسطهم شنو وريت؟ بون كي دخلت معهم هي من فام أج 41 وتقريب خيسك في 13 بنية وكلهم بالنقاب، وفما بنية من أج دو 10 وبعد لك شي معناتها كي دخلت معهم معناتها كلهم معناتها في يتكلموا في الدين و سي اوبليغاسيون، مي كي دخلت معها في تقول لي اللي قرايه الفيزيك و كي سيونس معناتها فيها قرايه صفر، واهم القرايه هي في قرايه في الدين نتاعنا. ومن الفكره هذيك بديت معناتها باش نبطل في قرايتي باش نقعد في الدار. وبعد لك شي معناتها فحرفتني برشا بنات اللي باش يهزوني معاهم في سوريا. يعني البنات هذوما اللي باش تمشي معاهم قداش عمراتهم وشكون يهز فيهم؟ بريسك بنات اج دو كي نقولوا في 18 وفي 20. يعني وهل انه نجحت في تهريب ولا تخريج بنات وبعثينهم؟ والله من فما دو بنات نعرفهم معناتها مشيو معناتها. اي وشنو تحكي لكم شنو باش تمشيو تعملوا بالضبط في سوريا؟ باش نمشيو باش نقتلوا جماعة اللي يقتلوا في الاسلاميين وجماعة الكفار معناتها. اي باش تمشيو تقتلوا، هل انو انتم تعرفوا تحملوا السلاح معناها تعرفوا تقاتلوا؟ هي من قالتنا من عندكم الثواب كبير انكم باش تموتوا في سبيل الله في بلاد الدين، من مش باش تموتوا في يعني انتم هي بعثتكم للموت مشيو موتوا وكهوا، يعني ليكم باش تحملوا السلاح وتحاربوا لحد شيء. لا به ما جبدت لكمش على حاجه اسمها جهاد النكاح هكا، معناها انكم باش تمشيو للرجال اللي جهدوا غادي انهم من بريسك جبدت لي بنيه معها في الجروب قالت لي من عندك معناتها في كبير معناتها باش كان انت باش تمشي معناتها كزوجه معناتها لل وكيفاش باش يقع الزواج هذا؟ ما نعرفش كيك ما سالتش انت معناها؟ ما سالتلاش لا. وفي بالي معناتها من باش نبطل في قرايتي و
وباش نسافر و... هل انه انت الحكايه دي ظهرت لك عاديه؟ كيفاش تشجعت انت؟ كيفاش سمعتهم وقعدت قديش قعدت تمشي وتجي عليهم قعدت ودخلت يا حكاية معاهم في الجروب؟ مشيت وجيت عليهم في حكاية 3 أيام كيكا، وهي معناتها في تقلي في الدين وفي الإسلام و... ودخلت لي معناتها في مخي على الموت وعلى المرأة هذية يعني كشفت على وجهها، تعرفوا وجهها وإلا لا؟ يعني الحقيقة كلام يصدم على الآخر. اكزاكتومون. من قالت لي معناتها من عندك ثواب انت كي تدز مثلا من بوك ولا امك انك باش تلبس النقاب هكا وهكا، وليت في مخي معناتها كي باش تدز ماما تاع يعني انت الحق. لبست النقاب؟ في قعدت بيه بخاسك هكاك حكايه 6 جور. قعدت لبسته 6 ايام. ايه كيفاش ظهرت لك الدنيا وقتها؟ نحس في روحي الوحيدة اللي باش ندخل في الجنة والعباد كلهم في النار وكيفاين، ومعناتها فهمت، ونحس معناتها كأني راه في هذاك ليه وليه 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 ولي، ونحس كأني في مخ كأني باش نبطل في قرايتي وباش معناتها باش نسافر. يعني وكنت فرحانة انك باش تمشي تسافر هلأ. لسوريا أي. وكنت مستعدة للموت معناها؟ اي مي معناتها كي قتلي كأنك باش تموت في البلاد هذيك باش طول باش تمشي للجنة معناتها.